يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثلا ذي الصفات إديو فرارن أليس عمو مثلا ذي دوني إتسي ذتس أكد صفا قوي جنش تقيني سين علي قبري سيد ربنا علي قبري يعود وانت دقيقا خطروا لقرار رضي يقوى صغر غرس. ولكن من نخزر أنا أبخ الصفة من الصفة كن ديري كامل أليس عمو العبد ديتو ذاتي نس إذن كثر أكد ولا فركان ماذا قال ليس عاد. إذن أنش تقيم يتمثل ذي يوث الصفة يفرد نهضر السكي بفضل الله وبرحمته أهل تدن هذير فلاش وقفي، ولكن السكي دن هذير فلاش وطاسي إذ قرن العلماء النو إذ رميدات فلاش ومازال لك تبن لك تبن مازال وذي كتبن وذي كتبن مازال على خطر يوث الصفة أريق من طول العمر الدولي تتفكرهم ثقيني وقيد النفاق الصفة من النفاق ناغي المقارن لبوكريزي أنشتاقين وقد يولى لك يكثن ويلعب وثنو لطاس دي المجتمع وثوقين ذو المرض إدي يبين مرة أكو كربوين دير كران الكوارث مرة لك كاتاستروف يضران دي ثمورقين سي من قسمة ذات دوني ثمران ذو فرسة ذي المنافقين نظر لزي بوكريت إذن لهلك يجين الليبوكريزين أيضا مثلا ماذا قلين نور يولى المجتمع حشين دير الرجلين داخليس مي سورك شينا ماذا قلنا انتشر النفاق داخل المجتمع يون ولي تسمن ويض يون يليون ذي تسعى السمن يصغفيض يليون ذي جمعي جفاري صغفيض أي خطر وتسمي يمن نار الغاشين أنشتاقين ذيوت الصفة إقلق العبد أذا تيسين على خطر ألا نسعيش الزداخيس ونزرار التاسيك سعان تم سلتقين النفاق ولكن نفقنا الذي يمنسن ثلث هذا سن بالك هات سعاد دانس مرة الزداخي الليبوكريزين غن النفاق ولكن نفقنا الذي يمنسن. إذن أذن عقيب اللي تكران النقطة دائما التدنقار دي الخطرنا ثم زوالوث أنظر باللي المنافق البعيد عن جوربيج المولي الميموت الصفية قد جهنة ما تيجن يقال سيد ربي قويس إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ماذا قال يموت الصفيق يمورث فارغ سيد ربي الجهنم غس يتظل لي تصوم يسحجوك يبغو يخدم يصدق، ولكن الصفيق الجهنم التي تشل لبعيد عن جربين جيمومين. وماذا قال لهم العودة إنه ذا ماذا يسين الصفيق النفاق للصفان يسعان المنافقين نغل زيبوكريت أذي عقيب لماذا قال لهم الله ماذا يس ولو كان يوت الصفة ماذا قال يسعاتي لقاتي ديكس أتي دي كس دي كس باش دي سبور خاطريس أذي كملتو ذاتينس استيدت أكد صفاقوي. وماذا قال لي سن صفايا اليوم غاسي ماذا قال لي صغر بوسي زرات صغر غيريس ذوات مثل سن سيمن أثني دي هدو أثني دي وين غرفش سي دارتو، ولكن ماذا قال لابا فيسي تمادى دي صفايا اليوم إلا قد يعقي بلهم حاجة لمن وثي تسملنا يتسملنا في سيدة ربي سبحانه وتعالى في اللس ونتسملنا المنافق الإنسان وثي تسملنا ماذا قلنا يوهيما دي أخرى السفية وديقار عاستي من في اللس وذي عيمان يقاد ون لا ذي نسيمان وين إلا نفران الإسلام هذه لذي الكافر نغذي لذي ذي نسيم ولكن يطبق على أنظر أذي يعقي بلهم الإسلام ويفغار السفية إفرى ذي السفية للنفاق ذا فيس البعيد عن جوربيج المؤمنين البعيد عن جوربيج المؤمنين جهنم التي يوين يثمن ذا شي مقارن النفاق. النفاق ما لدي استظهار العبد السفلى يوض الصفة ولكن تقوليس خلاف تقوليس يسعى الصفة ولكن يسيس الصفة النظام كاين معناه ادي يشوفوا غير مسلاين دير عارف غورك بالك هاد ادي شوه الخطر يش ديال مسلاين تزيد انا ولكن ولي شي نغاك ادي العبد دي في الدريما نيش دي نمشي نشوف لا غادي تزال لا غادي تصوصو ما غادي تحجو ولكن تدخلش ولاش الكافر اللي تغرفن ادي اللي العبد شوف لا غادي تفكيني مانيش بلي در الصلاح يخدم يتمني الصلاح ويخدم الصلاح ولكن ولا تقوليش ولاش المفسد في غير في بالك ولاش المفسد يقلان يقلان اكثر يش انت اكان اذا انت قد يوت الصفه تصدر من المجتمع وكربوين المجتمع اري ندقس اديا انا انا اتعقل بلي غير ماشي غير وين العيان عارفه ذا شي ما قال النفاق النفاق يقول شي يدي تواكس
النفاق ثلاثة الحروف إلا دقش نفاق من النافقة اللي يربوه أكيد قال العلماء من النافقة اللي يربوه ما دين ذا النافقة ذا شو ستان تاريه تاريه اليربوع سيلا الجربواز ذا الحيوان إلا لكن النيقو غار لاني ضار بشي انت في المقاري ثمية أكثر أصدوا بيس مقار ويخدم الغار نينس التاريه اللي تخدم ثابورت وكتشون ثابورت دفغة أديك شو دي ثبورتك أدي فاضي فايرنا أديك شو ديك سدي فاضي أدي فاضي ثاقيم معناه شوف لا أدي تبانسي وتصيفة ولكن شوية داخلش يخدم شويس وما دري النفق النفق سيت ان تونيل اماكن التونيل اللي دافريد اللي لكن دويقا المنافق شوف لا ادي تشديني مانيش بلي دين شي بلي امن تما بالمجتمع ادي في سين داخل المجتمع حاشا ودي تبان راه حاشا ما يسكن اكثر بيف كيقدر ربي الفراسه يسا تسين على خاطر يتبقيني ثني الصيفه نسن ويتبقيني ثني تسير سوا سن ديم سلاني دي فون ديك موزن ولكن المنافق شوف لا غادي تبقيني ما ادي تبقيني ما ليش امن تما بي امين شرمن يتمني الخير خدم الخير خدم الصلاح ولكن البعيد شويه الدار ديال التونال شويه الدار داوي قاع يخدم الفعاليس كراك كويني لا نضر المرض مره نوك الصغور سيديكا اما ادي يخدم ادي يخدم نساش الخدوميش واما غادي ولد عنسى ديف أدي في بعيد حاشا ماذا قلنا باش أتي ينديس اللي بعيد باش هذا تسلفة في الغير نظم كجنيه ولكن نتسفل لنا بما نسل سيد ربي سبحانه وتعالى في المرصاد في المرصاد ولكن في قناة ثنية سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى بلي أذث الناقل النفاق ما أدري نغ النفاق نغ الهيبوكريزي إسعاشين يصنع في إقلان النفاق إلي وين مقار النفاق الأكبر نغ النفاق العقدي نغ النفاق الاعتقاد معناه أدي لهم ذافيس هذه اللي فابيش ينكر الدين مرة لك وينكر الإسلام ينكر الدين ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر مرة أول شيء ذاك وذاك يقوليش ولكن شوف ليت في الدين دي ما نيش دين شيء أي خطر يقذف في روحتيش يقذف الأموال الناس أما كان خدم الدين العهد من الرسول صلى الله عليه وسلم وجيني أنا عقيب لي ففي شيء فغ الملة من الإسلام خطر أول شيء ينكر الإسلام إذن يفغ في الملة الإسلام وتشفع على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم السجي مازال إثنى للسب والسام إلا إما أذي ينكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لا يفاد السجي لكن يدر القرآن الكريم كان يستعرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على الحديث ويجي مجرد روايات ويجي ذي الكفار ولشكرا لذكرا تبول ثيها رفع الحشا مثوبا غصيد ربي مولش ذي الكفار إما أذي من سيد ربي بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أديم سفر كيزين الإيمان أديم نيست ولكن ماذا قلت لين كاريو ديست ويومين على السياحة ونشما خيطنا السنة ذير عصر قلت لها أكين الحشين الشيون دوين نيسوا ولا شو دي غدا أكين وتسمنا رب لنا أثني حاسب ربي وتسمنا رب لنا في الدزات سيد ربي يوم القيامة جعل العبد اللي بريء الذي دونيث أدي السروثة كنيس يعجل كشي في كيدي جهاد ويدوز دي فكرة كشي في كيدي جشي ويدوز دي فكرة أتعب صريول أتظلم أسقص دي حقيس أتسرو الدرس الوث ولا شو هكي حاسب أنشتاقين ذي الغلطة إلى قتصار تصار العام ويقرأ الأثيريون أثيديش وسينس وجين ذي النفاق العقدي نعم النفاق الأكبر وجين ويفق الميلان من الإسلام يلو إن مقارن النفاق الأصغر النفاق الأصغر نعم النفاق العملي أمزور ذي النفاق العقدي ولكن وجين النفاق العملي النفاق العملي نعم النفاق الأصغر أمشطوح وجينهم ذافيش وانكرار الإسلام قوليس وتسبراتيكيارا وانكرار الإسلام وانكرار الدين إشهد لا إله إلا محمد رسول الله دين سيم ولكن الجوارحيس فغناس أفوس إما أدي خال رمانا وإما أدي خال في الوعد وإما أدي شكد الشهوة نفسية السوف غيث وغريد وجين الخلاص أدي خلص حاشا الخلاص أدي خلص أكا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب على ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ما حاشا ما ذيك اللي يتوب غير سيدي ربي اسم حساب ذي المنافق إلى يعقوب اليوم المحاسب غير سيدي ربي ولكن وفي غرام الإسلام على خطر أوليش أولي الكرام كان مثلا سيدي ربي مشريح سبحانه وتعالى في ندي تدر دي القرآن الكريم أزل 37 در موضع دي القرآن الكريم دي يهضر في الاسم ويخصص المرة يوت الصورة مرة غاك واسمات صورة المنافقون صورة لزي بوكري كا باش يعني يفقنا سيدي ربي المعنى النفاق ام كان الذي قال وين غادي دقيقا يناد الكويس هذه سخطب واش يحنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله انك مرض روح للمنافقين غرورك
الزيبوكريتا كيما راه دروحين غير غورك اخدين انا خلا نشهد فلك بلي ذن في ذا الرجل. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لا رسول الله ولا معني نسبلي انشتقدنا لك كي يصلح انشتقدنا ذا حقدنا رسول الله شهدنا بلي رسول الله اذا انشتقدنا امسلي ذا امسلي العايب. ولكن سيد ربي اقر بذلك انك الله يعلم انك لا رسوله سيد ربي زرب بلي تصح ذا رسولش ذا رسول خطم سيدي دشقان. ولكن خزرك دي تكمله دي ادخه والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ان تسيد ربنا الشهد بلي المنافقين قد قدنا لك انك رسول الله شكدوا دوك واش يشكدوا ماشي لكم سلايني غير مسنان انك رسول الله وهي صحه ذا رسول ذن في صلى الله عليه وسلم. ولكن الشكد مثل القوم اللي بدنا نشهد خطر ما دي نشهد القوي كي ديفا. ولكن سيد ربي اسمي قال قوي ونولي ولا ونول ديفا كان نور من نار كرم. ولكن غس سير سول من النمد امس لي دنا من الصح اللي عايف ولكن ماشي قوي ونولي في دنا اذا تشكد القران الكريم يهدرت في الاسن اشتاقي مره هاك ذا حذر غدي تحذير غف المنافقين باللي قد الغلاله ديال خفتي نشن انا عقيقه ونجميرا راه باللي منقبوا ديال الهضره راه فيك خاطر هو كيدير بيان كيدير تعيش وهذا عشنا ما يفنى راه عمر الدولي الى عاد الرسول صلى الله عليه وسلم لا نطق ثن والسبود من الهضره راه كان الصوت التمثال 20 الايات ديال القران الكريم دي سوره البقره من ديالنا من بعد سوره الفاتحه يهدرت غف عبادي نشن خمسه الايات كيمجوره خمسه الايات كيمجوره بعد الف لام ميم اربعه الايات يهدر في المتقين في المؤمنين ويهدر في الكفار سنات الايات يديبوها. ولكن 13 الايات مره ديرنا ارمق غير 20 كامل غف المنافقين فلا يهدر من بعد تيدر في الصب بفضل الله وبرحمته باختصار انشتاكم يبغى سيدي البغديني بلي المؤمنين وتسعد شاثة وذبذ منك سنحش الخلال أكوني ديوين أكوني ديوين الكفار سنة الآية في فيديا هدر في اللسن إند وتسعد شاثة أكوني ديوين غير قرصن على خطر فانن عينان فاني فان دوود ما قرصن وتسعد كرال كل مشكلة إذا أسح جيمي من ولا قرصن المؤمنين حش الخلال أكوني ديوين والكفار فان فان سيفان سيف جنن دي منسن. ولكن المنافقين 13 الآية اللي قال على خطر ويجين ستين يذون صغيمان يذون تجمعان يذون يذون تظلن يذون تصوم يذون أكنا كل تسعيشين كامل ذنوني يوحسن دين اتخاذ به. إذن إذا كان دي سفهم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى الصفات يسعان يسعان ويجا ويجا يتمثل ورسول شفيح صلى الله عليه وسلم أغدي تحذير أغدي تحذير خزا كان سيد ربي نحذر وغدي تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم كيدنا إني لا أخاف عليكم مؤمنا ولا مشركا وإنما أخاف عليكم فصيح اللسان منافق الجنان يقول ما تعلمون ويفعل ما تنكرون. إن دو تسوى الغرة في اللوني مؤمنين تحشى الخير ركون ديو دان سورس إن دو تسوى الغرة والمشرك نغ الكافر إن دي فان دو ذميس يفقن ديما ديس إذن ويك ما يفدي فان فو ذميس يفقن دو ذميس زردم كات قبيض إن دو ولكن ذا شان إن تسوى الغرة في اللون الفصحاء اللي سوى لك ليس عنا كنا إرسيس دو غزفان ما كنا قرأ كنا كنا سير قبيل إرسوس هذول أكدي السفو تسمت أكدي السفو إن دول كان أوليس دابا كان دي المنافق أين دي تفغن دي قميس مرة دي عايت ولكن الفعايل اسم مرة نتنكر ماشي دي نقبل العقل خطر داو ثمورتك خد مرة شوال إيس كامل إن دول كان يوجد في الأول سبحان الله التاية مثلا إذا المنافق شوف لنا قدي بقنا مسلاي العايم ولكن السفيرة دي سفوتي دي ميس كان سبحان الله لا يعبد أدي فلك أكون يدي في الجماعة ودي تسلم على في الأول بلك هذا ما أدي وثدي أدي أدي في تي أدي تسلم في الأول. ولكن ماذا قلت قوي طيدا كي جم بعد من الدي ميري مير زوج دقائق أدي تصد صار وركة أسمي سلم أدي تصد صار وركة لماذا علامة نفاق سلم الذابس يا ريت كثير لو في ديرارة. ولكن ماذا قلنا كي نخسر الدين بعيد هذا يكون ثم كي يفيد من بعد من المقفين فاس فاس أدي صد صار أدي نار وش بعد أدي بسلامي واجد المنافق واجد علامات المنافق أكيد باش انظر باللي المنافق ذا نشتاقي سيد ربي الخالق يا لثنا الدو ذا لثنا في القاعة جهنم الدو الكفار الدو المشركين حاشا مثوبا ما مثل الصفة يجي الدول أثر قاعة جهنم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا حش مثول إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ماذا قال ثوفنا سيد ربي صيحنا ينخذ منك الخسارة إنك المران يدقون استخزبين الرنتي ما ينسل إن وإذا ثوف الأثر ثوف سيد ربي فلسل كان السلف الصالح المؤمنين زي هيث مثلا تفض بالصحابة الكرام التابعين وتابع التابعين من القرون المزورة تسقوذن أدخل من القوين العالي ولكن سقرب لك المنافق
كهد سعر العيوث الحالة من النفاق الحشر البصري رحمه الله الكدينة إن أري تمن استمسل تجيب لوتي سعر حشر المنافق إن أريد شيء يبوذ الحشية حشية عبد المؤمن خزر كان إذا مثلا السلف الصالح تسوذ أنشتقينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الدعاء السعيد الإنسان المؤمن السعيد إن من يخدم يوث الغلطة فمش تحتك إن ذا سندر رديغين في الله سوري قالوا لي سيال أذي تعاقب من يش مازال إن ذا ولكن العبد الشقي إن ذا يخدم ذا ذرا دنو ما يخدم إن ذا ما كنت سيزيتي ديغين غفل زرنيس إن ذا سيخدم كذا تيسح كيف باش انظر الانسان المؤمن يتشوذ غفي مانيش اللي يون من التابعين قال ابن ابي مليكه رضي الله عنه إند الحقاد 30 الصحابه 30 الصحابه للرسول صلى الله عليه وسلم ما دين التابعي يعاشر الصحابه ولكن ازرار الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال ازرار مللت ونس يملل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قال الصحابي ولكن ماذا قال الصحابه كان يدي الحق الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى وجي من التابعين اذا ابن ابي مليكه من التابعين إند الحقاد 30 الصحابه إن تسوذ مره النفاق في منزل مر أهد بلك المنافق الكيني أهد بلك المنافق أهد سخسر أهد إليك يخدمه يلا وماشي العيب هذا كلها رثار مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن العاص أم سلمة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وسائر الصحابة تسوذ المرة أكل تسوذ المرة النفاق أهد المنافق الكيني أهد سخسر وفقارة وفقارة يمن كاين باش انظر بلي العبد تسوذ في يمن النفاق يعتبر المنافق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يروح الحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يروح الورس انت سيدي دي فغار الرسول صلى الله عليه وسلم في كيس دلا نيست خطا تسوذ انت المرة تسوذ انت الكامل ويجي ذي عدون ربي ذي عدون من الإسلام ذي عدون الرسول صلى الله عليه وسلم وذي عدون دين سيمن يعني الآن أمدي الوقت أمدي الوقت يجي لك أرمي فينا الأعمال الدنيا المنافق هذه تشوف دين شوف الله يخدم دين ولكن في خزبين خسر مرة صور ستصرفك إما أتخدم مباشرة من نساء وإما أدي شجع أدي والدعوة أدي خما كونفلوسيف عاد نساء أزدي ذي الجهة الناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس حذيفة بن اليمان يقول رئيس المنافقين الناس الرسول صلى الله عليه وسلم الناس حذيفة ويجي عسل منون في الاسم ويجيني غروة ندستك من رأي غروة تعسل ندبوجين بوجيديس وعسل الناس عمر بن الخطاب يا حذيفة الناس عن ناكر بمريد المويد السدار داخل الله ليستنى عمر بن الخطاب يتشروا حذيفة بن اليمن إنس يا عمر إنس الدغار إنس ولكن لا ولا أزكي بعدك أحدا إميك تشيني ثقضة في منك نفقد شغال الدين كيقنا ذي وقت النين ذي وقت النين طقتن إسرائيس حذيفة بن اليمن رضي الله عنه ويون وركزي إنس اللهم أهلك المنافقين إنس عقض أربه لك المنافقين ذين شطة سيسي زرعة زرعة يمسي أربه لك المنافقين يقيف غير غرص إنس لو كان ذي أهلك رب المنافقين نتسف مروري الحند قبري أتستوذ مذري خطر نذني قعمر نذري نذني قعمر ذي وقت النين دي جاد نذني قعمر نذري محسوب كثر الطاسي قلنا من ذي الوقت النين نكون هذا شو هذا الدين؟ أدري أنا السجيم ذي الوقت يجي إنت عايش أيه مثلاً؟ أنشتيم نندم سجيني ذي بس أني سين الصفان النفاق الصفان المنافق وروث أنا مث أنا أذو الصير وذو الصغير ماني قلت سفان منافقين غير غربي دين شيء من أيه مثلاً؟ شير الصفة مش طرح ذي دي كفرهم الذجمان غير قادس الأرقاع أقوى ذي ويسير البغي الرغوص دائماً وأبداً إلى قن تش الذجمان غير منسعر منشرك إلا ما نجي والمنسكت فرفي والمنخضر الوعد ما نقولون خذي مالك قوي ندير الوالدين نخ ما تقل ندير الجيران نخ ذي العفاظ نظم مرة أكوى ما يقرب ما يفعل أما نسيني في المتنسين هذا كيقنا إذن أنا أعقد الموضوع إذا خطير جدا إذا قدسني غزال أيض مثل وذلوان إذا نشتقى إذا لن تعيش ذي العصرنا سبحان الله كان أيض مثل إنك المنافق ذول الشيطان ازدخل السلعة المنافق ذون الشيطان إش دخل الجسلام فيك ولا تولد جحبي من ربي غير تدري المؤمنين وكذا كيتصلى وكذا كيتصدق وكذا كيهضر في الدين فيك ولا تفض الى يلحود المجرمين الى يلحود يعذون ربي ما يلحو اشي نسيريا ما هو ترى ما كيتش غير ما يجلس انسى يا ما قالش طق في في غيمي ذو الرفع كيف اثنان من تسمنوا ذلك كاين اذا وجه قرط عقيدار يقال صلى الله عليه وسلم ان مثل جنادين في اخر زمان ان الذين هم من بني ان ذكنا غير تفغن هم من بني جلدتنا يتكلمون بالسنتنا لا ترش اللغه لنا ان الاسر هضر ان ولكن رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الانس ان هو يونسن ان ذلوا الشيطان دخل الجسد العمل سبحان الله كان مثلا الانسان يلقى
إلى أسي أزاي ونشتغل ونشتغل وكان في المقيا كأثن أثن أثن خزر كنيتي قيحي أثن نوالي إلا العبد يتظل يتشد يتشدرن خمسة أوقات دير في جد حجم هذا بلاد العشام يتشدر يتشدر دير جد نسيد المؤذن مدينة ولكن مش مش دكان المسجد قول نسد المسجد أثفن الطافيش الطفل الطافيش دير جاريس دير جاريس دير الكوميتي غير نفران نسد الجامعة نسد سيدة باس نقاروا خارطية كنت سيقير ريغ سيقير تيلسليو المؤمنين فغني خامن سنة لن تند المساجد المؤمنين هو جرن فكان كل شيء المسجد وادي عايز حقيت شي محدد يقول الكوميتي تاع دفع شي محدد شي ربي شي محدد المسجد شي محدد المسجد كاين الى يوم يعرض الى يوم العاد يا اكي خدم وقيد الحوايج النصراني انا دروس هذا ندير ماشي عطاش هذا ندير مش نحبس راك ديال الامثله كي خطر توقف ديال الوقت ني عندي قرح حذيفه بن اليمان رضي الله عنه انك شور ندري واش كي دخل دنيني يا ريش ادم دي الكوميرسينس يسرس سفيش ميش الناس باش انت شهير ولا شهير وغرو مني تصاوب لاسيونس تصاوب لا روتريت يا ريش الكوابيس اي جثر ميشي وقيد من هنا دي حقناك عندي حق ماشي سيلفا دي تنسيا نزرا نويه هريما ويا ويكيني لكن اي جثر ميدي راه في كوا يرد الكوا في شمس من عيث دي كلش إني شرب تساعد كارلا بروبي النظم دي العالم ولا شو جيم وتساعد شيء تساعد شو بيجي دار في شنو إمن عيث مرة دي كلش وإلى لعبة النظم إذا مثلا يجي ساعة خميس الخميس بالذات يجي ساعة يوم نيت في اللس ولكن اسمعني دي جوز إيه جا ثخز بيتس يسوي لس إذا في خامي يصير هذا يروح يسوي لس دي تليفون أرمي دي جوز وإنه يريش المسكين شيء بعد يريش دي أكنى سونس لي العين نسك شوف في الماجو ملك الحواجة ملك خيار ورق وسد شد أثقل قديماني زغنا يسوي لس دي تليفون بس وثي تصطفر وفلاك وعندين يشوري بالسي بعدك ذي بعدك لا يجود كميون عبد كل شخامي سكوا عبد بس ده ويجي مثلا انت في الوقت اللي يلا نهضر كثر كان انت في على تزال تسجلي من سنه الزن الجمعه كا سما شي من المنافقين مثلا هاتني المنافقين وفي مثال مثلا ما نهضر ما تصبحي ما ديها شو ممكن نتفكر كا سبحان الله سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى يفضحني ندير القران الكريم ام خلى دقه نمد باللي في الايه في مجوره يهضر في المتقين ألف لاميم خمسة الآيات بعد الآية ألف لاميم أربعة نهضر في الاسم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال أرجع يا ربي ذلك سنة مثلا قالوا كذا ربحان ربحان وفات المؤمنين الكفار يعني سنة الآيات كانت تهضر في الاسم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم سنة الآيات في الاسم ويجينين في حمي ندى تصن الآيات مثلا ندى خطر في فانا في مسابة سنة المؤمن حاش الخلق يوضا الكفار وإذا أذمون سن فانا تسعى سمين منهم في الاسم وفرنا ركرا كل شيء فان ديكسن من بعد يكشم 13 الآيات في المنافقين الذي في السير في الاسم إلا نهضر في الاسم باختصار أنا دي قرصي دربيا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أشحال عبادة دي قاروا من الصربي ومن الصلاخر ومن سنفي صلى الله عليه وسلم ومن إليه إنسا أريوم إذا أي خطر سيد دربيا يصرى هذا شو إلا ندقوا يون أفترض زمرة سعامية سيد دربيا السجد العصر قلت إن تحيي لا سيد دربيا أن خدمك دي الفعيلك يقرفين بعد أن تصلى أن تصوزوا من شحجو أن أدن في قليم أنه ذي عابد إكس على زي غرورنا ولا سيد دربيا الخلق سبحانه وتعالى المهم صار للعفد نسكتي قرينا ولكن سيد ربي وسنقال الحساب ولكن سيد ربي يزرع قرض الله يعلم ما في قلوبكم سيد ربي يزرع هذا الشيء قلنا نقوله أكل ذو قلت خلنا حي لست سيد ربي غا في مانيك الرمانيك السفة كاج من اللبسة كاج من غم مانيكيس ولكن سيد ربي ذاقي قوي قضايا إغالي تسمى خال يقرد سيد ربي قويس عزيز يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون وفي قراءة قالوا ما يخادعون وما يخادعون إلا يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون أنا خذ عن سيد ربي فأنا خذ عن سيد ربي خذ عن مؤمنين إن دل اثنين ذي من سن كان يخذ عن وفقنا الذي يمنش كجمع مثلا أخطر دنيت ويون سن دنيت تشورا وتفقين سفلا سكانين دي من سن بلي ذا ربي يوعي وكين المنافقين كما يتمثل
اتشفرن الفير دينا ما كنخدم عندي العهدنين للرسول صلى الله عليه وسلم يقرد اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتشفرن الفير الإيمان وقدنا في ترويح نسن وقدنا في الأموال نسن. إذن شوف لا تبقين دي من سن دين سيمن ولكن ما لو غين واحد سن خدم انتخاذ فيه حشر ربي سن يزبر سبحان الله. ولكن خلق سبحانه وتعالى ونسني جرامة بيقيم المصير نسناني لن غير جهنما وذما ونسني بخصيت سيد ربي الخلق سبحانه وتعالى إزرع سيد ربي البغض وقلون الخلق كربون إذن زرع في كرة ومن مثني ونسترحي من فلسل خطر كرة إنسان اللي تحيل لسيد ربي أياك وأياك تجارة كده في الحارق في الصمغ الله ما مزلش الوقت يسي يقيم الغاز دروس ولكن في دي في الجن الثورة اقتصادة دي فرش هذا أثزر 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 دي عيبة سبحان الله يا ندي زين أينك خد مرة ندي زين في الناس يقرض ولا يحيق المقر السيء إلا بأهله الميتيون دي أبد الطغ ميتيون دي أبد الطغ الناس كل شيء محمد الحسين بلاس يعفور بهم الناس دعوية ميتون دي غاز طف وش ديال رواي أرميد وش ثلاث مرات الناس دعوية بس دي غاز طف الناس روح بس صون دي ذاك طف أكام أكام أضرود المنافقين أدي قرص دربيتش كميلي قرد في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض خطر ويجينس في مسلم سنه يكنش داخل در المرض أني بوكريت عبد يخدم انت خزفيني وما تمش وتعيش على المعطين دي دوني تبريد كان لا يعيش ما يبغي غير العين هذا في خلق ذو ذين لا يف ما يبغي غير ندير هذا في الذير. اذا الانسان اللي يلعب ستار واحد اذا وكيل هي هيك ضد المرض لعب ذيك حملني ما نشوف يحمل ربي لعب ذيك حملني ما ليش وتحمل انا مدن كان الانسان يفقد سيد ربي يعرف ليش باش يدير ضد العضو الا ينفع في الدنيا خير الناس من ينتفع به الناس الخيار ديال العباد دوين سي تنفع المد دوين يخدم لي خير اما غير الوالدين اما ولاو سي الجيران سي العباد سي العباد العباد سي نرا ويديني ودفقنا لا نهلك سبب ذلك سبب باش هذا تصيح وتسكينا راه ماين شي من باش هذا ودي سكنا يا لا يوفيش باش هذا تصيح لا باش هذا توصل. اذا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى قد فزادهم الله مرضا إذا سيدي ربي كل مرض ذلك ثنيا يشكي دي فنك أكيان غير مثل يقرد خلق سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم خزركا دي تكمير في اللسن وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن المصلحون ما سنتظر السبسدان أي قد خدم أكو دي عيدا أكيان الوال نكونيك السبسدان أولا شو نكصيحنا من نكوني سبحان الله خطر أشيمي الإنسان المفسد دائما يتمقى وينك صيحا يتمقى يتنسيد المفسد ما بقى للصيحة ما بقى للإنسان مصلح وتمقى لنا المفسد الذي كده يتولى أخطأ المفسد يتمقى يكتب لك شيء المفسد أم قلت شيء نفرع ولا شيء يصير موسى إنس جثية نغو موسى وهذا المفسد وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقلوني في الدين ولا دي ظهر في صديقة جثية نغو كان فرعون يجعل سيدنا موسى المفسد ودائما المفسدين المفسد الروس نسمي من يصدر المصلح وكرهوا اللي يصلح المرة يحسب يد المفسد خطر شمية كرهن الصلاح كرهن العين ما تسف الدين ما تسف الحشر في فضوح قاد ما تسف الحشر خسارة ما تسف الحشر المشاكل ما تسف الحشر أثفر قندخ إلى المجتمع ما تسف الحشر البلغرين وكيد المنافق أي مثل وذني كره على ربي كان كيم كان كيم سبحان الله الدويض الرجل بيجي ممنين الدويض يعفذ هذا في الصيحة قرسين مدن ولكن في سكرتين سجارسة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أدي قصد ربي ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون نحن إذا سفسد أكرف وين يقرد سحضر مرة تشمسر يشعر خصم أيدي يريد المصلحة غالي يريد المصلحة للمجتمع أدوين أدادي مثلا كان إنسعيش أدوين لابستري أهذ بلك أريصيح للمجتمع مرة لك ولكن أولا تقرران أولا تقرران حش المنافق إما هذا تقرر هذا نسب الدات مباشرة نسوي ذي مسقفة لنا سيد قرر وإما هذا يسفد الغير ماذا نسال يفاد فير أدي نسي بعد أدي يستخدم إيجاد أري سفسد ديقا أري حسن نشتقا ماذا قلنا الماثة بلغة الجمعة ودي تقرر عن المسجد سيد ربي ودي تقرر عن الجمعة سيد ربي ذي بلا فيدي قرر ذي المنافق على فيدي قرر إما فيدي قرر مباشرة وإما هذا يشجع ونا فيدي قرر نسال يفاد سيبال أتي يدي يفاد سيبال أتي يفاد سيبال ك
كان الجميع غرق ويناري صرح المرة كل المجتمع وإذن اشتنا غير ينفع اللي عبد الله غافينش ولكن نتصد المنافق يزقد ذا كور يزقد ذا كور يوينيك صيح المرة فغنجور بيجي ممني سبحان الله أتصفد لعب ذا قيم أرين الشر الفثاني والفثاني أرين الشر العدوات أرين كثم كاريا وغا يخدمان كلون إيمانيش باش أذي جهيد أكني أذي انتشر الفساد داخل المجتمع كان يتمثل التسعة ذاو تسي الغيبة النميمة بالعنصرية أبي خدمه أبي خدمه أين لدي المسكينش باش أذي سفسد سفسد سبحان الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون سبحان الله إذا العبد يكفر حنس المنكر يكفر حنس المنكر يكره المعروف المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون على المعروف ويقبضون أيديهم أتصفد يفرح البعيد شو خسار أتصفد ماذا أين العالم ذاس حزني في السحزان أتصفد يعب ذي ويخدم لك وكثير سوف يسيس مكاية الحور صدح غرزان ولو كانت صدقة ماذا قال يصدق أتصفد البخيل أتصفد الشحيح ودي تكرا ما يفكد شيطوح كان كي ماذا قال يفكد يقفد يفكد فوذ من مدن مكان هتضرف لا سيغا شكل نسعون قافية سيس سبحان الله أكان غير مثلا سبحان الله أكان الندب اللي الصفة يجين الصفة يجين الصفة ذاكين ما حدش ما تيد الندب على الخطر باش تنسين باش تنفهم أنظر لجي المنافقين لا يقر سيدة ربار جهنة مذوي دي سعان الصفة ذاكين أنا نغي منه أنا فتشي منه من الله موادر كان كالصفة غير سعان إلا قد سيدة نكس دي خطر نعم كان أنقبي سيدة ربي ستيدت وأنقبي سيدة ربي صصفان قوي ماذا قلنا ونسين دارا أتعيش العباد هذه بعض ربي في الله نفاقية مثلا ولكن تعيش العباد صفات النفاق وفق الله الذي يمنسل لأنه وذي عشر العمر نسل مرة نقول فق الله الذي يمنسل أهطر استنى سيد ربي كسين غيره لا يعاقب الجاهل على جهله سيد ربي قال اسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون أكي عاقب سيد ربي سيد الجاهلين إم غار تسقصير ولكن باش استنى سيد غيره ماشي الحوت جان ثقيا وزمر سيد ربي ونركتق بيارة يا عباد يا عباد يسعن شي نوذ ماول يقرت شي ربي قوليش واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون سيد ربي سيقر الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يا ماول يقرت سيد ربي مالا مجلين العباد مالا مجلين المؤمن نسي نقرا عن كل نومن هذا اتوي ما نتزلى نتصوزو نتشكجو انت ما كيدون كامل قرا ضي مؤمنين مالا روحنا الشواط اللي قمدو كان ننسن قمن باش واسنين اسنين اكستوري اجعل من جد الفيستا استهزئ استهزئ شويه اذا كان ماشي كيقول اقرا غنكون دائما تقول ذكوينك لي هي لك هي القيم وسيد ربي الخالق فقس ادي قرو الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يا ماول اسني مود سيد ربي باش اسم غور تاعكمت الا نغفي على نفس من بعد يكوس ادي اذن فيك الساعه ما بريد اذن ندافع كم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى في المرصاد ولاش دا شو يزرع الرسول صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ان شر الناس ذو الوجهين شر الناس هو ذو نسعان سيد ذو الموت ياتي هؤلاء بوجه وياتي هؤلاء بوجه سين وني سعن سين وذم الجهة يجينا هذه سين سعن وذم الجهة يجينا هذه سين سعن وذم ويجينا إكره هذا سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى يقرد ابن القيم رحمه الله يند المنافق يند يوهي سيد ربي بشد يفغ المنافق ينتصر يند أثي ديف جنس ذات الخلقين أثي ديف جن أثي ديف جن الصفة أفوذ منس وأثي ديف جنس ومسلينيز يقرد سيد ربي وليس ولو نشاء لسورة محمد صلى الله عليه وسلم ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم يند من اسمها شوكت نتسكنات نتسكن قبايا والمنافق المنافق المنافق يند ولكن أثن طويض قد ما ونسل وثن طويل الجلسة ونسل يمسلين لدي فرن الجلسة ونسل الرسول الشبيح صلى الله عليه وسلم يتبقين أخي ذي السنة ينسينا دعا استيمان ونفلسل ذي سين الأحاديث سين الأحاديث يتبقين أخي يون الحديث يروي أبو بكر أبو هريرة رضي الله عنه الذي ندى الرسول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث ما دين ذا الآية معناه ذيون الحاجة غير دي فنن وزمير العبد ذاتيغو فان خلاص وزمر ذات صغمض أي ثم سلتجي الآية ينسى المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا وإذا تمن خان وذي الحديث نظن حديث نظن إدي يروى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إن أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عهد غدر وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر ما في الجمعة سن الأحاديث قدنا خمس صفات ثم زول الصفة ثم زول إذا حدث كذب
الصفة مرة إجمع للمنافقين كاملوك تشاشي تنسن ذي كتب الكتب يطف أم كان تيدت غر غرسن غر غرسن تيد تنسن ذا شوت ذي كتب سبحان الله كان مثلا يشكي أماكن يتنفسك شكي ديف المنافق يشكي ديف الوالا ويس يشكي ديف الوالا دينيس يشكي ديف الاندوكاليس يشكي ديف المكان الخدمة يشكي ديف العيفة دي السن العيفة والسنرة ينا ألي الدو الهدوريس سليمين هذه الدوس العذور السيمين ودي تسف العذور ودي تسف السبات ثلاثة نقطة ثقيلة يساعد المنافق أفدي في دوس سيمين بعد ذلك شو مغني كثير بعد ذلك ديف السبات السبات أكيد الغور قارص مشيدين فرول أشي ما يذو يذو عاد تخرف ضيم يمين يمين كي يجاد ذم زوره في السنة من ذلك ديك شو مالك كثير في السنة ذلك ديف ديف العذور ديف حش ما تساعد شهر السنة كام إذن الكتاب يسيد رب الخالق سبحانه وتعالى إكرهيت إيقرد فنجعل لعنة الله على الكاذبين جعل لعنة الله إن عرش رب الكاذب إذن إذا حدث كذب يقر وإذا وعد أخلف المنافق ما يوعد كذا كخلف يرد أهل طارة السجن مش إذا قصر نسقصر شوية جيد مثلا ونزم يرد أن الكام أشحال إيكي وعد يقول فيك خزر كني من يكتشيني ماذا قلت وعد تخويفه ولكن مثلا الصيف يجي لقات سقس دي خطري ها خطر الصيف عن المنافق وإلى لقالة السعود مكاث قبيل سيدة ربي شواش دي كام إذا وعد أخلف أتوعد أكي وعد الجون كان من بعد كنا أتصر رجل انتسع ودي صرح على ما أهل بلك يتوب إن تسعى غراضي بودي وإن نتبشى بروح على المكان إن ده جاري مالي وسنة السبايا وقبل إن ده المس السور وده روح على إنه فقط الصن كيلو ما مية كيلو متر يجي بعد في مكانية اللي ركنا ويدي مكتر ويدي مكتر ويدي مكتر كام ماذا قلنا يوعدك بلا ذي دي فكرة يوعدك سكرة أهد بلك شنا تسرج بشوق من المكيد وضي حاجة نيا نسين هاد الشغيس وكدي مكتر ولده مكدي مكتر سبحان الله أكام السن ماذا قلنا بعد أسيرة تويض السنة لشمية يدخل في ذي الوعد أكدي ذو سليمين أكيد شمال كثير بعد أكدي في العذر ودي المنافق إذن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان إذا ما تمنى تمنى في الأمانة بابيس هذا كيخان خزار كان السجد الوادي السجد كان السنة بتشي دفع الورك تمنى ولكن اسمات الزيد غير مرسل تصفضي القعيس تصفضي تشيز تصفضي خمس كرة ولكن تصفضي غير مرسل يعافي قفنا دي جامعة دي المسجد يفكنز دي دريمن دي المسؤول داخلي المسؤول داخلي يفكنز دي دريمن باش أدي خلص سياع الجماعة يون وكين ذفاف وكام يوني في دينني كيسي يماني وبدد فلس يعفو ربي يفكي باش أطوض لمن الناس خطر يقول السياع الجماعة ندو الله ماذا قضي أشي مين حبس دثيم ما استلم أنا نيا والمسجد فكان يجلس يجلس يتسجل جيبيس ويقف الناس يعفور بيه وسيضيف أنا واسمع ثاني الناس وما خلص نسيد واسمع ثاني خلاص تخرج داس تخرج داس كان أتسجل يا من غريون من بعد تسجل الرسول وتسفر الرسول إيش بيحصل الله عليه وسلم هذه الوقت الهجرة اسمع يك هجر ميا يغمن أس أس فكان يوناتي يدفن مورو فيف أما يموت أما يدد مهمة الطفل سكن مية يومين إلى قتل غن كوت كوت ولكن وش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم قضنا يفري هجر ركني يفري هجر ويانا ذي الوقت فجأة يجلس لدي فلس بجدة الغن لما نفنس مرة غر ورسينات ولكنها بطريقة شثن أمر سياج بس إن أذن شسين ليه يكون ويد غمد يد الغم أذن أي ألف الكل شذي وحدد ده كربوين يسعى نزل في قريش غر ورسين سجل فطر محمد الأمين الصادق الأمين السوي ولكن صلى الله عليه وسلم ينسي نسي موت خنار نسي إنس علي بن أبي طالب رضي الله عنه إنس كشناك جربوا يعني إنس نكون على روح كشز كان كذا لسنا كل ما نفنس مرة ما يقول شكرا كوني سعدي ما نذكر ضروري أعرف خطأ سيدار بدي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل كده قال سيدار ألف لمن يفهمش سبحان الله الكاية مثلا اكتخان اليمن حشر منافق يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون مثخان اليمن خان صدر بيثخان ضمن صلى الله عليه وسلم أسجد الفضنة يقول أهل ترى السجي إلى الفضنة السجي حاجة قد يرحم سيدي ربي المؤمنين دائما إن شاء الله الآن ولكن أفضل الكثرة أشهد أن قارئ الحديثة ابن اليمن رضي الله عنه ذي الوقتين الصحابين الكثرة المنافقين إنك كل ذي الكرب المنافقين أدخلوني فردا إذا أشهدني إن السيء أو استطفني بعضنا أسجد بعضنا أتدفذي السفريز صدور الأبرار قبور الأسرار ويون المؤمنين تين قبرين البعضنا أبديني يوني بعضنا وتسفو ضرر مضمود لك أكي يقول أكي يزرو تسفو ضرر بعضنا أتسم لطلسي بعضنا خطر يجيك تديمنا إلى قردة السفو
ولكن السجن أنا وقت صطفني فضنا أدو روح سخاميك هذي جمع تقول لذي ميها بخاميك أستمر ذهب بلك أستمر يدي فضنا إليك بلك أستمر دشيت خدم دشيت خدم ذرا دشيت سعيد دشيت سعيد ذرا خطر المنافقين ساني يرسى غزفان ساني يرسى زيدان هذا تمرض أكي سيمن وسك ذاك ذي فضنا كامل ولكن عاس كان أسيان رد سعود شنا أن يذيك أدن سدوغا بورس وإذا خاص ما فجر أسيان رد سعود شنا أن يذيك سلفرنا نيكا كي ديوث يعني تيد السوفا تيد أتي السوفا مرة أكو الفضنا نيك أتصدق سيدا تيد كجورنا تجيب وإذا تمينا خان إذن ألمك سفوني فرنا أتجد إفرنا إفرنا قرسين مدن إفرنا قخاميح إفرنا الدخامن إفرنا المؤسسات الخدمة وإفرنا تمورثنا عزيزا وانا يسفوني فرنا دل منافق كجينا إذن الأسرار يعتبر بالأمانة سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى مد الأمانة إلى قد أسحر فن في الناس كجينا يتمثل وانا يسفوني فرنا عديم الأخلاق عديم التربية عديم الحياة ولي سعي الأخلاق ولي تربة ولي سعي الحياة وينك إني ما تجدي فضنا يشوفك ولي سعي الأخلاق ولي سعي تربية ولي سعي ولي سعي الحياة كان يتمثل أدير لنا عبد فوق سينا ذي تفاق وسيل يمنا إلى قال ذي خال لمنا إذا اتمنا خال المنافق أصفدك وسيل هذا بلك أين الفقراء ذو المساكين مرة غير ورسي الله ولكن أدي ما غير حدثنيش أثني وثرجيم وينذر العصر ينسعيش الزخوت زخول سوينشتين ذي بنوا خام وقال للغشيم ذي بنوا هذا يقصر خام وقال للغشيم أهت دي وثي كورسي نسعنا من قال للغشيم يجعل ينفع الرويسي يجعل ينفع الخميس نسام ستين بومب يقول دي وزارة بما سطبق ولكن دي حرام كرقوين يخذ من كرقوين دي حلان دي حرام جمع دي غلث دي محاي وقيس القدران سيد ربي وتغلي ثرا وتغلي ثرا خطر شمية أينك أخا من ينس ما تشينس تيكي ديك سي مؤمنين الفقراء ذو المساكين لا الاموال نسل ديك سي الاو نينس ايدا ربك ندي حرام وستر لا راه يخرج نسى السفر اللي مزور ديك سي نقول هذه السفر ديك سي للمجتمع اكايت مثلا اذا الانسان ادي حارف غفيدي رمنا 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 نقال كل شيء قبيل رمنا ربي اكي جوال رمنا ربي اكي جل كرم سيدي فاروق رمنا ربي اذا ثقي رمنا ربي واذا اؤتمن خان اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان كان يقرت الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الحديث ويسين سنات الصفات عاديين الأحاديث ولكن ويسى أربعة نصفة نتسى أربعة وإذا عهد غدر غسل دي في كسي عام غسل دي في كران غادي يتعامل يديك أشين ينقصوا يولي في الأربي وتسوى ذلك أي قد في كران الصفة وسعد الشافة وذلك إلا ربي قرنا ولكن هذا كي يخدع هذا كي غدر هذا خطر ولا سيدة ربي تقويس الدوني ثقي لن قويس نسوه والمصلحة ينسى قلنا ذي ناس ديكش من الجيف إكس عقويس ولكن مشيت سيد ربي سبحانه وتعالى وإذا خاصة ما فجر ذا قد لنك الإنسان ماذا قلنا المنافق أسمع أليه اللي شان أن يذيك أتصال شان أن يذيس وتعدي مالك شيدس يفضل لك مرات يسوفا يلقى تسين مدن يرى ينقل استقال المعنى ما يبيردي منافق استقال ربي سعارك على الله ميتيانا المنافق نصف ذا قلنا من فرق مشيدس اجتهد بلك كي غير وين تساعد ديس وين تعمل ديس ولكن الإنسان أمين يكسن طوان استقال حن استقال المعنى خطر فاق ضاصل وروح الوين وسن فاق قرار هذه الزفلس دي أنا ذي خدمة أسي خدمة ما كنش يخدميش كي قلنا إذن أنا عقيب اللي المنافق إكره يتربي ما يتمثل ذا شو ميت الشغيس 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 أذي ذين سيمن اللي مومني ماشي دي قادي فغني وفري ديك ساعة الشغل نند أدن عيو دونكار يوم أمسلين الصفة ثقيم إدنو دركة وذي عايث ترى يفردك تسيد ربي يفردك الإسلام وتسيكي ترى ولكن ما حتشمت أدن هذا الفلس خطر المنافقين يستخدمون والمنافق الصفة ذي النفاق اللي خلف تشي منه ماذا يقولوا التنس عارم خطر منه درك وفي النظام كامل ودن سدر رنشتيا إلى أن أنا قبله أدن وقعد وين منزمي ذره كي أشحر 70 سنة إذا نكون ينتظرنا ودخل في دار الوعد 70 سنة وتسكد في داره 70 سنة وتخان داري وتخان داري لمنا وكي جري يوني يمنا بعد يفتسد يفتسد طروحته في رزة السبا أنشتكي باش أنفتش الجمال نغير لك أنا الصفين اللي نديس ذي نغير قاسنكش المنافق ويسعى للشويس ذي الكفار ذي المشركين دي قد يفغني وفريد المجرمين ولكن يعني أنه يحبي ابن ربي يعني أنه الأولياء يعني أنه نفين صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام أي سفوتي ذي المؤمنين ذي المؤمنين ذي فرسل بلك هل شوف لنا قده هذا رمس لي العين أكام ما تقبض ولكن مثقي في ذقرويك دي غيد كزدفير دي غيد كزدفير وقيم إذا المنافق يتمثل المنافق وشتو قال المعنى دي الوردين حاشا ماذا قال يسعى المصلحة المصلحة قدري من وخاصة والتقامي فردا الوردين وتعدين الرسي دري من وتعدين الرزلس كا إلا لعب دي إدي السفون إدي السفون فابس دكو خام دخام جمغار الله ميزون دي بيو أثي دي السفغة تي وين الله بوسط دي خلصي دري منيش مي دي خلصي دري منيش نيار غال جفة تيار الرخام لي جمغار سيكتور قريبة تسدين الله الحظ الله دو نعت الظلال يا عصر كا يتمثل أزر المنافقين
المنافقين دا شنو يخدم المنافقين تعرف لازم تصلي تصلي الطرف الجامعة وتسعد سحارة الجماعة وتصلي صلاة الجماعة فزخزخ كادي قاسي دار دوغويس إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم بغينا ناخذ سيدي ربي سيدي ربي تنخدم الجزاء من جنس العمل يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى أهد بلك أهد غشي ساعة الوقت ولكن تتصلى تصلى في بريد تمديد تشدوك يا كنت تشكون لنا في بريد أفتش جا ويانا حش ماذا قلنا يروح دار الجماعة ماذا قال يروح دار المسجد الزيت يا غشا هذه تقاعد الركوع يعني السجود ليش بس أثي تسبرن أهد تسعة شوية كونفيوس قال وقيت تصلى تصح تصلى تصح وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل ذكرنا سيدي ربي ما ذكر سيدي ربي المنافق قلت غيمانه المجالسنا العلم واش حضرنا المجالسنا القران الكريم واش حضرنا الخامس تلفزيون تيسرى الدروس الدين مستحيل تفضل الدروس الدين ما قال لك انا يشريش من سيدي ربي تفضل كريايه يروح حاش ما تقدر دار فين الشوطن ريقي بابيش واش توفير المنافق واش توفير حاش ما قال اجمالي دول كوبريد حاش ما يشري غير ركب غير الفير الا ودي دون دفيرس من بعد لكم ماشي صافي ماشي صافي ما قاعد كان بابيش هذا يحبس يعني خطا ماشي شويه في ديننا باش كان يكافن غادي تيري لا كونفيونس بغاشان كنا تمن هو كان كاين المنافقين مثلا باش هذا يخدع شو نشتي ولا يذكرون الله الا قليل كان غادي مثلا المنافقه تفض دائما وابدا من يحكون فيك الزرميس وتسمع قال لك بين النظام كامل تصبري تسوي هي هي كذا يقول يا ريافي تصبري تسمع قيبه لك لا دين الجي فيش من اللي قال لك خطا انت تدري منك الزرميس دوني فيك الزرميس سبحان الله المنافقه المنافق ولا الرحمه راه مشطوح ولا الرحمه راه مقرر ولا الرحمه الفقير ولا الرحمه المسكين ولا الرحمه الضعيف شنو قال المعنى لو كان يشعر ماذا قروا ويتسع فراوين امغفول يتسع فراوين يحوج ويتسع فرا إهلي كان غير مثلا سيد ربي مشريح سبحانه وتعالى في دي تدار دي قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام يهضر سيد ربي فلاس قد نهضر فلاس في دليل أتصل العبادة لك يعجبه مسلين مرد هضر تسمت السفور ولكن تسمت بوزوني إن أخذك ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه لكن سيد ربي الشهدة أقيش قوي وذنه إيه جم خزرت كان أدي هذا أمسليني سكوت يعيط من ربي الشيء إن تسير ربي ندنسان ولا شاهد هو مين وهو آل الدول خسر الله كان يد مثلا غنجر بيجي مني أمسلين إلا نبوزونين إن يسيب هو ولا زيدان يكثن ديلامان ولا قرار دي أسواسيك ثو فضي ونديلوان ثو ثطي النعدام ذي الجساس يزقسميك ربي ذحنين وليقان ذن سيغ ديزران ميكيو ثعدة ذفريك كان سيد ربي في المرصد ولش دشي مموت فقارا غير مثلا المنافق ذا ذون الأمة ذا ذون الفرد ذا ذون المجتمع ذا ذون الأمة كان يتمثل ولكن الرحمن الرحيم يتمثل يخمس تابوت غصد المنافق وقيد ذا ذون الإسلام كذا ذون خير جميع الكوارث يكشهد تاريخ الإنسي من مرة غب الفيرس الكامل اللي نسعيش السجين المشاكل اللي تخلقن المنافقين أعدت 13 القرون يديو اللي نسعيش السجين أزمات مازال البطرة الذي صغيمة ولكن سيد ربي سبحانه وتعالى المنافق غصت عذو تم قراتي ساعات ولكن إنيك مذيق لثوفن أسنعفو غور كانت مثل صفة النفاق ذا يقعد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وننتجد لهم نصير يقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ماذا قلنا ثوبنا سيد ربي الزندر سيد ربي أين اللندج حق العباد قوينتي دي القذة ثرني مويانيس إمويانيس سيد ربي سبحانه وتعالى حشم العفو على أرسني عفو كما يتمثل أدفع ذلك في لغة الشقاق ذا النفاق وسوء الأخلاق أغيحي ربي دين سيمن أغنى ربي دين سيمن أغدحشر ربي دين سيمن يتمثل أغجع ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.